مشاهدينا الكرام تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم سيكون ضيفنا اليوم شخصية سياسية ودبلوماسية غنية عن كل تعريف سيكون ضيفنا اليوم الدكتور محي الدين عميمور الوزير والسفير ورئيس لجنة العلاقات الخارجية سابقا في مجلس الأمة الرجل الذي عايش أحداث الحرب العربية الإسرائيلية التي نعيش ذكرها الخمسين في هذه السنة أهلا وسهلا بكم معالي الوزير محي الدين أميمور مرحبا نخال سيد محي الدين أميمور الحديث عن أجواء حرب 73 أولا بالنسبة لكم ما هي الأسباب التي أدت وسبقت الوصول لهذه الحرب والتي أدت إلى اندلاعها وقع الأمر إنه إذا أردنا أن نفهم ما حدث يجب أن نبتعد عن الأسلوب الذي يستعمل عند إخواننا في المشرق العربي تعبير جيب من الآخر يعني يأتي إلى مرحلة معينة ختامية في حدث معين ثم يحاول أن يفهم الحدث وهذا غير صحيح تصوري أنا أن القضية الحقيقية بدأت منذ عقود وعقود وعقود القضية بدأت مع الحرب الصليبية في القرن الثاني عشر التي أبرزت كي رغبة الشمال النصراني اليهودي في السيطرة على المنطقة العربية بعد ذلك وهذه بسرعة وباختصار شديد جدا جاء نابليون أول من أطلق فكرة الدولة الإسرائيلية أو دولة إسرائيل أو دولة لليهود هو نابليون نابليون بونابرت في نهايات القرن الثامن عشر طبعا بداية القرن التاسع عشر كل هذا ارتبط فيما بعد أو كان قاعدة فيما بعد إلى وعد بلفور وعد بلفور استعمل في العالم العربي كمبرر أو ك. يعني صوره لاتهام بريطانيا في الاخر الوعد, الوعد ما كانش فيه اتهام كبير لبريطانيا هذه للامانه وعد بوطن قومي لليهود ولكن اصر على ان لا يمس ذلك بحقوق الموجودين على الارض الفلسطينيه ولكن للاسف الضعف العربي وصل بنا لهذا والضعف العربي كان سبب من اسباب اللي وصلتنا فيما بعد الى حجم من الهزائم حقيقه لا يمكن ان يقبلها عقل نمشي بسرعه ونصل الى ال 48 او 47 بالذات اللي بدات فيه الصراع الحقيقي العربي الاسرائيلي حدث التقسيم قرار من الجمعيه العامه للامم المتحده بتقسيم فلسطين الى دوله يهوديه ودوله فلسطينيه والمؤسف هنا بدا الخطا الرئيسي 48 قررت الدول العربيه الدخول كانت سبع دول عربية في ذاك الوقت أه حتى الجيوش انتحى لم تكن جيوش بالمعنى الحقيقي كان هناك كفاح فلسطيني كفاح مهم قاده أه عبد القادر الحسيني قاده أه سلامة قاده القوقج في الشمال قاده أحمد عبد العزيز في الجنوب وكان كفاح ماشي بشكل جيد لكن قررت الدول العربية لسبب ما أن تدخل الحرب وكان هذا أول خطأ لانه لو عُملت القضيه كانها عصابات تواجه عصابات لربما عبر دعم المجاهدين الفلسطينيين ما كان ممكن نصل الى الهزائم اللي اصابت جيوش غير مؤهله اساسا للحرب. النقطه التي بدأت بها المأساه الحقيقيه هو في 48 48 اعلنت الدوله اليهوديه كان المفروض ان تعلن دوله فلسطينيه انذاك. ويتعترف بها السبع دول العربية الموجودة ويدعى أصدقاء العرب والمسلمين للاعتراف الاعتراف بهذه الدولة للأسف هذا لم يحدث وقسمت الأرض الفلسطينية بين مصر والأردن وإسرائيل هنا بدأ الحقيقة المشكلة الحقيقية فيما بعد صارت الهزائم أو الهزيمة العربية في 48 جاءت جات التغييرات السياسية اللي صارت في الوطن العربي وصلنا إلى مرحلة ما كانش فيها من الممكن انه تواجه اسرائيل الا باسلوب اكثر ذكاء من الاسلوب اللي تمت المواجهه به. هذه البدايات طبعا سنصل الى 67 والماساه سبعة 67 واللي كان فخ وقع فيه الرئيس جمال عبد الناصر للاسف وهو مسؤول اساسا عن هذا عن هذه النتيجه لانه ترك كل شيء في يد عبد الحكيم عامر عبد الحكيم عامر كان انسان وطني طيب على كل حال، لكن لم يكن مؤهلا لقياده صراع كان مع دوله وراها دعم هائل من الغرب الصهيوني المسيحي اليهودي. ثم هناك صارت ما سمي النكسه، نكسه هزيمه سميها ما تريد الى ان وصلنا الى اعتاب او المرحلة التي بدأ الاستعداد فيها الحرب أكتوبر حرب الاستنزاف هذه الحرب فعلا ولهذا حرب أكتوبر بدأت يوم 10 جوان 67 عندما أصر الشعب المصري على أن يرفض استقالة جمال عبد الناصر وقالوا له كان أحسن شيء مثال لذلك هو المظاهرات في الجزائر اللي قال فيها الشباب مارشو كراف قاتل اليهود او روح أو روح علينا هناك بدا عبد الناصر يسترجع للجيش المصري قوته الحقيقيه بتعيين محمد فوزي على راس الجيش باختيار مجموعه من الضباط اللي عندهم تكوين عسكري حقيقي عبد المنعم رياض سعد الدين الشاذلي القمصي يعني مجموعه الحقيقه العسكريه اللي تقود وهناك بدا الخطوه الاولى نحو حرب اكتوبر. الخطوه الاولى تمثلت في حاجتين، الاولى حرب الاستنزاف لكي يعني يتم تدمير حجم كبير من ثقه العدو الصهيوني بنفسه. لكن السبب الثاني كان محاوله لبناء حائط صواريخ في الضفه الغربيه. لقناة السويس لكي تتمكن القوات المصرية من عبور قناة السويس لأنه عبور منع مائي مش عملية سهلة. هنا بدأ الاستعداد الحقيقي لحرب اكتوبر وهنا طبعاً آه كان آه علاقتنا احنا تابعنا الامور من البداية 67 وضعت الجزائر الثقل نتاعها لدعم الصمود العربي سواء بتزويد مصر آه بالأسلحة والمعدات الضروريه او بالدور اللي قامت به في الخرطوم عبر ما سمي بمجموعه الصمود الاولى ثم مجموعه الصمود الثانيه ثم المواقف في افريقيا اللي حاولنا فيها كجزائر ان ندعم صمود المرحله العربيه مال الوزير شكرا جزيلا لكم اين كنتم بالضبط في ليله السادس أكتوبر العاشر من رمضان 1973 أين كنتم؟ يعني؟ الواقع أنه يعني هناك مجموعة من الأحداث اللي لابد أن الإنسان يتذكرها يمكن تذكرها بصعوبة في في سبتمبر 73 أخذت الكونجندا عطلة سنوية وحدث أنني قررت نروح نزور المشرق العربي طبعا جماعه قال لك فلان مبعوث باش يشمش كاين انا ما جاوبتهمش خليت كل واحد يخمم كما يحب فعلا مشيت في مشيت للبنان لانه لبنان في تلك المرحله كان ساحه اعلاميه من اهم الساحات اللي موجوده في العالم واللي يحب يعرف اخبار العالم العربي كان يروح لبيروت فانا مشيت لبيروت كما نقولوا نشنشت وشفت وشكاين كاين ثم مشيت لسوريا ثم مشيت لمصر كنت في مصر في بداية شهر أكتوبر طبعا كان عندي عملت اتصالات مع صحفيين مع أصدقاء نحاول نعرف وش كان بالضبط طبعا من بعد نرجع ونشوفوا كيف استع... كان استعداد الجزائري للمساهمة في حرب أكتوبر هذه بعد نرجع لها يوم 6 أكتوبر صباحا كنا في رمضان خارج من نوتيل نتاعي يلاقيني مناضل تونسي معروف رحمه الله الآن إبراهيم طوبال قال لي واش كدير لهنا؟ قلت له انا حواس قال لي جزائري حواس في رمضان تتمسخر بيا ولا قال كلمه تونسيه بذيئه مش حاب نقولها قلت له لا 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 انا حواس برك قال لي واش بحواش. اليوم الحرب قلت له ابراهيم قلت له لي قلت قال لي قلت لك اليوم الحرب طبعا مباشره انا بقيت على خير عيطت للسفير نتاعنا ابراهيم مزهودي الله يرحمه قلت له هاي المعلوماتي ثم اتصلت بالملحق العسكري الجزائري كان رشيد بن ادريس كان زميلنا في مجموعه الصحراء قلت له هاي المعلومات اللي عندي كل واحد يستعد يعني هذه عملي انا كانسان مرتبط بالاعلام ان ابلغ على الساعتين سنهضت الحرب طبعا كنا في رمضان فمشيت انا فطرت عند رشيد ثم مشيت للسفاره وقلت للسفير اتصل بالسيبو مدين وتعطيه المعلومات قال لي انا ما اتصلش به كان هو انسان منضبط علاقته مع وزير الخارجيه ثم مع يعني ما اتصلش بالرئيس مباشره انا مش حاب ندخل في تفاصيل مشاكل ابراهيم مزهودي مع بوتفليقه كان انذاك وزير الخارجيه طلبنا التليفون للجزائر باش تطلب الجزائر من مصر ب 73 بالتليفون عندك بتستنى اعطوني المكالمه في خلال دقيقتين شيء غريب أنا حكيت الحكاية من قبل ولكن للتوضيح فقط كلمني الدكتور أمير فقلت له حكيم مسار خيري إلى آخره قال لي راك ديرنا مراسل حربي قلت له شوف الحرب قامت هنا قال لي وش الأخبار قلت له الحرب قامت والحمد لله والقوات تتقدم وكلام يعني في نوع من البلاغيات ولكن أنا على بالي كان تسجيل يعني بعدين قلت له استنى قبل قال لي استنى نعقب لك أخوك خوك اللي هو سيبو مدير عادة نحن في التليفونات من الخارج ما تكلموش بالأسماء قلت له استنى قبل ما تعطيني أخونا أنا قبل ما نسافر من الجزائر كان عندي موعد مع مصطفى كاتب وما قابلتوش له يسمح لي وأنا غلط قال لي قلت له سمحت يا حكيم خبر مصطفى كاتب قل له فلان قال لك يسمح لي ما قدرتش نشوفك قبل ما نسافر شيء المهم قال لي أخوك خذا سيبو ممدن المكالمه واش ما مراسل حربي قلت له الحمد لله ست الرئيس راهو هنا ولا الى اخره وانا فهمت امير قال لي واش فهمت قلت له انا فهمت امير فهم الرئيس بان هناك رساله معينه بعثت له عن طريق امير فسكر الهاتف وقال له واش قال لك محدين قال له محدين قال لي بلاغيات نتاعو كيما العاده قال له واش قال لك بالضبط قال له قال لي حاجه ما فهمتهاش واش قال لك قال لي مصطفى كاتب و... ونسيت ما قابلتوش اه مصطفى كاتب في تلك المرحله كان مدير المسرح الوطني وانا حبيت نقول للرئيس بشكل غير مباشر طبعا ان القضيه قضيه مطبوخه يعني ما هي هيش الحرب التحريريه الكبرى اللي كنا سيبوا نفهم كيفاش عرفت بانه فهم قال لي يا محدين قديش ساعه عندكم قلت لنا صلينا العشاء قال لي البلاد ضاوية قلت له الأضواء في كل مكان الشوارع ضاوية والمنازل ضاوية والأضواء حقيقة طبعا كي تكون حرب لابد حالة التعتيم ما كانش تعتيم سيبو بدنا نفهم وقيل لي فيما بعد نظن عن طريق محمد صالح الحلاوي قال لي تخليهم قال لهم يا جماعه القضيه قضيه يعني تحريك عمليه ولكن نعاونوهم ونقفوا معاهم هذه هي الامور اللي او الايام اللي كنت فيه. طبعا بعدها مباشره آه خرجت من مصر كان قال للرئيس او يجيكم عبد الغني كان وزير الداخليه باش يشوف طلبات الاخوان هنا مشينا لبنغازي وهنا نرجع بك الى الايام السابقه كيف امكن الاستعداد بتاعنا لحرب اكتوبر. في عام 72 جاء وصل الى الجزائر الفريق سعدين الشاذلي اللي كان الامين العام المساعد ل الدول العربيه. وجابش يشوف استعدادات الجزائر لدعم الكفاح احنا كان عندنا نوع من الـ 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 الاحباط لانه قبلها بعام كان الرئيس السادات بعد وفاة الرئيس بن بلا آه الرئيس عبد الناصر كان اعلن عن عام الحسم وعام الحسم العام هذا لكن ما كان والو فاحنا كنا مصابين بنوع من خيبه الامل يعني التقى سعدين الدين الشاذلي بالرئيس ابو مدين وخلوا الرئيس قال له شوف احنا مستعدين ولكن باش تبعث لك انا قوات تبقى عندكم شهر اثنين ثلاثة أربعة باش تدير لكم مشاكل ودير نحن مشاكل قولوا لنا وقتاش يكون عندكم الموعد المعقول لانطلاقة ال ال استرجاع الأرض المسلوبة ال وإحنا مستعدين طبعا هنا لما نرجع المذكرات الفريق الشاذلي سنكتشف أن تعليماته كانت الآتية لا يعرف آه بموعد انطلاق العمليات العسكرية إلا واحد فقط في العالم العربي وهو الملك فيصل الملك فيصل كان الأمين مدير المخابرات نتاعو كمال أدهم كمال أدهم كان عنده علاقات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية هذه كلها صورة كانت موجودة ولما كناش نعرف كل شيء لكن شيئا فشيئا بدنا نتعرف على المعطيات الموجودة المهم اتفاق تم الاتفاق مع الرئيس مع الفريق الشاذلي قال له يا سيد الرئيس احنا ممكن نعملوا حاجه سنبلغكم بانطلاق العمليات العسكريه في حدود تسعين يوم بمعنى كي نقول لكم سنحارب معنى هذا سنحارب خلال 90 يوم شهر 30 يوم عشرين يوم باش تكونوا مستعدين قالوا متفهمين نتيجه لهذا عرفنا بانه طبعا القوات المسلحه المصريه محتاجه اساسا طيران الطائرات الميج اللي كانت عندنا 21 و17 لا يمكن ان تقطع المسافه ضربه واحده لكي تقام بالا ولهذا ارسل المجموعه الاولى من الطيارات ميج 21 ل بنغازي اللي هي نقطه الوسط بين الجزائر ومصر فيما بعد وقتاش ابلغنا الرئيس الفريق الشرقي هذا كان يوم 16 اوت 16 سبتمبر جاهنا وابلغ الرئيس بومدين بانه ستنطلق الحرب خلال التسعين كما تفهمنا عندما انطلقت الحرب انا قلت لك احنا انا كنت في القاهره من القاهره مشينا البنغازي كان في الطائره الرئاسيه مع سيح عبد الغني رحمه الله وهناك في نفس هذا اليوم انطلقت الميج 21 الى مصر ثم حل جامع كانها الميك 17 ثم سوخوي وارسل اللواء وللامانه ايضا يجب ان نتذكر الفريق الشاذلي ذكر كل هذا في كتابه احنا ما تكلمناش يعني ما للاسف لا نذكر انجازاتنا لكن الفريق الشاذلي ما قصرش وقال انه الدور الجزائري كان دور حاسم ودور رئيسي آه في نفس الـ الـ يعني الـ من 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 الاشياء المؤلمه اللي الانسان يتفكرها وهذه يتكلم عليها خالد نزار في المذكرة نتاعو وكان من اسباب الهزيمه نتاع 67 يعني الجيوش ما كانتش مستعده طيب هنا ما يرتبط بحرب اكتوبر كان نقطه مهمه جدا كان اثارها الاستاذ آه هيكل رحمه الله لانه السؤال اللي كان مطروح دائما هل هي حرب تحرير ولا حرب تحريك؟ انا قلت لك احنا في البدايه فقنا بان العمليه مش عمليه التحرير الكبرى اللي على الاقل تصل بالجيش الى الممرات لانه طاقه حائط الصواريخ كان 10 كيلومتر او 15 كيلومتر اكثر من هذا لا يمكن للقوات ان تتقدم لانه كارثه. هنا ياتي موقف للرئيس أنور السادات أشار إلي هيكل المتشددون في العالم العربي يعتبرها خيانة الرئيس السادات أرسل إلى كيسنجر رسالة يوم 7 أكتوبر 73 يقول له بما معناه أن القوات المصرية لن تتقدم إلى الشرق ستقف عند النقطة التي وقفت اليها بعد عبور القوات لقناه السويس. وهذا هيكل يقول انه هذا اعلان عن نوايا يعتبر يقترب من الخيانه، لان تقول لليهود ماذا انتم خذوا راحتكم، انا لن اتقدم، وش معنى خذوا راحتكم؟ اي ركزوا هجمتكم على سوريا، وهو ما حدث بالفعل، اصدر الرئيس السادات امرا بتقدم القوات نحو الشرق خارج حائط الصواريخ. كل القيادات المصرية كانت ضد القمصي الشاذلي إلى آخره كان أعتقد عبد المنعم عبيد استشهد فقالوا له لا خطأ لأنه ما عندناش غطاء جوي قال لهم أحمد إسماعيل وزير الدفاع كان رجل طيب قال لهم هذا قرار سياسي قرار سياسي في قضية حربية كانت النتيجة أنه كل الدبابات أو هم الدبابات أو حجم كبير من الدبابات اللي انطلقت نحو الشرق تم تحطيمها وأصبحت القوات المصرية عاجزة عن حماية نفسها في الضفة الشرقية لقناة السويس وهو ما أدى فيما بعد إلى ما سمي الثغرة تم اتصال ما بين الرئيس عموميا والرئيس السادات له الرئيس هوشتاين في تلك المرحلة كان أقيم خط ساخن بين الجزائر ومصر وهذا أتكلم عنه أيضا هيكل وجاب حتى المكالمات الهاتفيه اللي كان الرئيس بومدين يتابع فيها يوميا الاحداث في على قناه السويس وللعلم ايضا من ضمن الاشياء اللي احنا قدمناها الاخوان في 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 مصر هو التغطيه الاعلاميه لانه الافلام الاولى التي غطت حرب اكتوبر احنا اللي بعثناها الاوروفيزيون انا تلقيتها من اشرف مروان وبعثتها الاوروفيزيون اذا عرفنا بانه يوم 14 15 بانه هناك كارثه في سيناء وانه معظم القوات تحطمت وهناك قرر الرئيس بومدين ان يسافر فورا الى الاتحاد السوفيتي كان يوم 16 اعتقد 15 او 16 اكتوبر كان رمضان قال الرئيس غدوا يمشيوا الاتحاد السوفيتي وفعلا الستة نتاع الصباح كنا صايمين ركبنا الطيارة نتذكر هنا ربما ما يقرب من النقطة ركبنا الطيارة سيبو مني تلفت يا جماعة أنا مسافرين نصوم ولا نفطروا ما كان ولا واحد جيت نتكلم أنا بحضايا حمداني قال لي اسكت خلي عظام الشطرة يتكلم مش دخلك أنت سكت ولا واحد تكلم فسيبو المؤمنين تلفت رضا مالك كان سفيرنا في موسكو قال له يا رضا احنا نصوم ولا نفطروا؟ آه دب مسكين رضا مالك كان شويه يخلع من سي قال له انت صايم ولا فاطر يا رضا؟ قال له انا صايم جد الرئيس اه سي تلفت الويبلو الطاقه نتاع الطياره ما شفناش وجهه الا في موسكو بقينا صايمين هناك في موسكو طبعا كانت العركه المشهوره مع برجنايف اللي قال له مدنية تبعث القوات المصرية والسورية المطلوب من الدبابات وإلى آخره وقالوا بريجنيف إحنا نبعث لهم الأسلحة ويستولوا عليها الإسرائيليين وما نجموش إحنا قالوا اسمعنا ما جيتش نقشك سياسيا أنا جيت نشري منك قالوا ما من تاجر قالوا لا جيت نشري منك أسلحة وهاو فيك م 200 مليون دولار تبعث لهم الأسلحة للمشرق العربي طبعا معروفة القضية هذه ولكن للاسف حدثت ما سمي بالثغره وانا تناقشت فيها مطولا مع الفريق سعدين الشردي الله يرحمه وقال لي قال لي احنا كنا عارفين كل حاجه او درسنا كل حاجه متعلقه بالعبور حتى منطقه الثغره كنا درسينها ولكن قال لي للاسف عبور القوات الى الى خارج حائط الصواريخ اضعف من القوة نتاعنا والرئيس السادات رفض المشروع نتاعي لكي نحاصر الثغرة وهنا طلع الرئيس السادات بحكاية أنه والله أنا ما قدرتش نحارب أمريكا في حين كان قادر الفريق الشاذلي قد احنا كنا قادرين نمحو تماما الوجود الإسرائيلي في الثغرة هذه لكن بما أنه هناك قرار سياسي وقف ضد ما نحاول القيام به كانت النتيجة أنه الحصل الجيش الثالث تمت المحاصرة نتاعه وصلت الأمور إلى وضعية يعني المنتصر عسكريا أصبح مهزوم سياسيا ودخل كيسنجر على الخط واستطاع أن يعبث بكل المعطيات اللي موجودة وللأسف يعني حرب اكتوبر كانت حرب مجيده والجيش المصري قام بادوار رائعه لانه كان على الراس نتاعه قيادات عسكريه تعرف ايش معنى العمل العسكري ومعنى الحرب ونا يعني درجه انه لما حدث اتفاقيه فك الاشتباك والقمصي اللي كان رئيس الاركان نظن قالوا لي كان يتكلم كان الدموع في عينيه لانه مضطر ياخذ قرارات او يطبق قرارات سياسيه هو غير مقتنع بها وطبعا هنا في تلك المرحلة حدث الخلاف ما بين الفريق الشاذلي والرئيس السادات والنتيجة معروفة هذا معظم الأشياء المرتبطة بحرب أكتوبر ما الوزير نفتح القوس لو سمحت أنت حضرتك أثرت نقطة أننا أحيانا للأسف لا نمجد الأشياء التي نقوم بها لو سمحت هل يمكن أن تحدثنا عن دور الوحدات العسكريه افواج المدفعيه نعلم ان هناك اسراب للطيران ممثله في الطائرات ميك 21 يعني بالنسبه لك كيف كنت ترى سير الاحداث وسير المعارك على ارضي على ارض الميدان؟ لا شوف انا مانيش انسان عسكري نتكلم إن عنها تكلموا عنها عبد الملك النيسي الله يرحمه تكلم عنها خالد نزار هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه احنا في الجزائر بالذات من اللي استخلينا وما كانش واحد يجينا اللي يقول عاوناكم وساعدناكم فاصبحنا معقدين ولهذا قمنا بالواجب نتاعنا في 67 كما قمنا في الواجب انتعنا في الحرب الصليبيه ما ننساوش احنا ان الجزائر ساهمت في الحرب الصليبيه في القرن الثاني عشر الميلادي لدرجه انه ابو مدين الغوث قطعت يده في الحرب الصليبيه ومدفونه في القدس يعني مش فقط شيء جديد 48 كان جزائريين ومغاربة وأعتقد ليبيين أيضا ساهموا لكن كنا معقدين من موضوع أن احنا قد قمنا بالواجب نتاعنا يعني ربما احنا في هذه ربما مقصرين أنا أعتقد أنه ما كان جزائري يعرف عدد الشهداء نتاعنا في ال في سيناء لأنه ما قلناش ولهذا أنا شخصيا أترك الإخوان العسكريين الفرصه باش يقولوا اللي يعرفوه اكثر مني انا لاني انا في الحاله هذه بالذات نسمع وانا ماذا بيا نتكلم عن الشيء اللي عشته واللي شفته شخصيا. انت متواضع مع الوزيره كنت عسكري كنت رائد في البحريه. لا ز لا معليش يعني ذاك <applause> يعني زمان ايام الشباب يعني لكن فيما بعد <تصفيق> لانه <applause> حضرتك كلام كبير البعض يقول انه في الفكره انه نصر في الايام الاولى يتحول الى شبه هزيمه بدليل ان شارون يصبح على 101 كيلو من من القاهرة يقول أنه البعض سيرتين ديس كيما يقولوا الفرنساويين قال لك يقولوا باللي اللواء الثامن المدرع كانت عنده موش فقط فقط حديث يقولوا انه كان كان صد الهجوم الشرس تاع اريال شارون كان من اللواء الثامن المدرع كاينه ولهذا ولل... قلت لك هذه موجوده وحقيقه يعني يعني يحكي مثلا خالد نزار يقول عندما اقترح على الاخوان في مصر يعملوا حفر ضحكوا عليه قال لهم يا جماعه احنا خذينا التجربه من فيتنام احسن طريقه لمواجهه العدو هو ان تختبئ في شبه حفره وما فيقش بيك واذكر اشياء كثيره جدا خالد النصار يعني وحقيقه يعني انا اسجل ليه انا ما نختلف معاه سياسيا ربما لكن نسجل انه كثير من المساهمات الجزائريه في دعم الصمود العربي تكلم عنها خالد نزال وقبله جنيزية كان واحد أخر أخونا اللي كان قائد القوات اللي هي راح للاسم قاسم معزوزي لا 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 كان في اصبح معنا فيما بعد في مجلس الامه بحار عبد الرزاق بحار عبد الرزاق بحار كتب كتب وهذا ايضا لازم الاستفاده منه انا حتى ما نحبش نروي عن الاخرين لانه كلامهم اصح من كلامي انا لكن هنا نقطه اخرى عندما صار ما صار تعرف قناه السويس اغلقت وبدات عمليه تطهير لقناه السويس الغرب كان محتاج قناه السويس وإحنا الراي نتاعنا حسب ما فهمته انا انه لا يجب احنا فقدنا الان اوراقنا السياسيه بالاتفاقيه اللي صارت 101 أو الى اخره طيب قلت لنا قناه السويس المفروض انه مصر تساوم بقناه السويس وتقول للغرب تحبوا نفتح قناه السويس حاضر على الاقل اطلبوا من اليهود او ضغطوا على اليهود او الاسرائيليين لكي ينسحبوا الى منطقه معينه من الممرات يعني منطقه الممرات اللي هي استراتيجيه وبالتالي لا يمكن فتح قناة السويس إلا إذا تعهد الغرب بأن يقدم شيء عبر الضغط على إسرائيل في هذه المرحلة بالذات أنا مشيت لمصر مبعوث من الرئيس بومدين لرئيس سادات تعليمات الرئيس بومدين قال لي اسمع وبومدين مش من في التفاصيل اسمع يعني ما تهدرش خلي الأخر يهدر طبعا عنده هدف يعني. طبعا تكلمت انا مع الرئيس السادات عملت تقرير فيما بعد وقلت للرئيس السادات قلت له سمعت يا الرئيس انا شوية الذاكره نتاعي يمكن ضعيفه اسمح لي نسجل قال لي طبعا اتفضل الحقيقة استقبلني استقبال جيد مضمون الكلام نتاعه انه تطهير القناه هو قرار مصري اما فتح القناه للملاحه فهو قرار عربي يعني لانه يعني مش قرار لكن للاسف فيما بعد بعد ما تم تطهير القناه قام الرئيس سادات بفتح القناه للملاحه الدوليه بدون ان يحصل لاي شيء من الغرب. طبعا هنا كيسنجر لعب دور كبير جدا. واللي كان يعني مثير لل... للضيق عندي انا شخصيا انه اختار ان تفتح القناه يوم 5 جوان لكي يقول للناس عبد الناصر أغلق القناة في خمسة جوان أنا فتحتها في خمسة جوان يونيو وهذا كان تصوري تصرف غير سليم لأنه ما يمكنش الإنسان يعني ينتقم من رئيس سابق بهذا الشكل إذا كان عبد الناصر فقد سيناء هو مسؤول كرئيس لكن المسؤولية الأولى أيضا تقع الآخرين الفخ اللي وقع فيه معروف وما فيش داعي ندخله فيه وطبعا فيما بعد الرئيس صدام حسين وقع في فخ مماثل في موضوع الكويت وللاسف رانا كامل نقع في الفخاخ دون ان ندرس الماضي نتاعنا ودون ان نواجه انفسنا باخطائنا لكي نصححها. معالي الوزير لما نقول اسم سعد الدين الشاذلي هو واحد من الارقام أو اللاعبين بالمفهوم السياسي لحرب أكتوبر، هذا الرجل الذي تم تغييبه مدة أكثر من 25 سنة، ولكن كما قال هو سيأتي يوم والتاريخ سينصف الجميع، أنت واحد مع الوزير محي الدين عميمور واحد من أهم أصدقائه والناس اللي استقبلته هنا في الجزائر بعد الخلاف الكبير سفير في لندن ثم البرتغال ثم لجأ إلى الجزائر، ماذا يمكن أن يقول محي الدين عميمور حول هذه الشخصية؟ هو أولاً انا اخر مره التقيت فيها بالسيدة الارمله نتاعه حقيقه حديثها عن الجزائر وكل تصريحاتها تصريحات تمجد الجزائر وتقول انه الفريق الشاذلي كان يعامل في الجزائر كرئيس دوله وليس كمجرد ضابط. تحدثت يعني مطولا مع الفريق الشاذلي اللي لم يضع وقتا اطلاقا في الجزائر في كانسان متقاعد بالعكس طلع في في الجزائر حول ثلاث كتب بما فيها كتاب عن حرب اكتوبر. وحرب اكتوبر اذكر فيها كل القضايا المرتبطه بحرب اكتوبر وهو كتاب يجب ان يدخل الى مكتبه كل عربي وكل مسلم لانه بيكشف حقائق لم يكن الكثيرون على اطلاع عليها. رقم ثلاثه هو في البداية كان عنده اقتراح من أكثر من دولة اسمح لي ما نسميهاش لكن فضل أن يأتي إلى الجزائر وقال يعني أنا ذكرني طبعا مقارنة مجرد فقط التعبير أنه الجزائر لا يظلم فيها أحد مش حاب نرجع حكاية النجاشي ولا لأنه يعني طبعا النجاشي يعني ما مسلم لكن جاهنا ولم يحدث اطلاقا ان تدخلنا في اي عمل يقوم به، كل شيء كان يقوم به انطلاقا من قناعته الذاتيه، وهذا هو اللي خلاه يجي الجزائر. تحدثنا مطولا وكان طبعا لا يخفي كرهه للرئيس السادات لانه الاشياء اللي ذكرها لي والان كلاهما في ذمه الله مش حاب نتكلم عليها، لكن تثبت انه عندما يدرس التاريخ العربي بعد ما نختفي وإحنا ويجي جيل جديد يدرس الأمور بشكل عملي أعتقد أنه سيحاكم الرئيس السادات محاكمة قاسية جدا لأنه يتحمل مسؤولية كبيرة في وصل إليه العالم العربي إحنا في مرحلة معينة كانت كل إفريقيا معنا ضد الكيان الصهيوني الآن الكيان الصهيوني أصبح يمرح ويرتع في إفريقيا وكيتكلموا يقول لك يا أخي أنتم فتحتوا الباب مع إسرائيل والرئيس السادات فتح الباب مع إسرائيل لماذا تمنعوننا نحن من أن نكون أصدقاء لإسرائيل لكي نستفيد منها نكفيك كفاية الآن من أهم أصدقاء إسرائيل الصديق الأول للجزائر في عدم الانحياز الهند الهند الآن من أهم أصدقاء إسرائيل هذا كله من نتائج حرب او اجهاض حرب اكتوبر باتفاقيات اه كام ديفيد وبالسلام المنفرد اللي ذهب اليه الرئيس السادات رحمه الله على كل حال وغفر له، لكن احنا قمنا بالواجب بتاعنا وما زلنا نقوم بالواجب بتاعنا اليوم وغدا وبعد غد لأن القضية الفلسطينية وهذه نقطة مهمة جدا أعيد أو أعود بها إلى ما بدأنا به الغرب المسيحي الصهيوني يريد ان يسيطر على هذه المنطقه والامن القومي الجزائري لا يعني ابعد من الحدود الجغرافيه امن القومي نتاعنا موجود في النيجر في مالي في موريتانيا في قناه السويس في الشمال هذا الامن القومي نتاعنا وبالتالي كل توتر يحدث في هذه المناطق يمكن ان يؤثر علينا وبالتالي بعض الاخوان يقول احنا وش دخلنا في القضيه الفلسطينيه؟ وش دخلنا في القضيه الصحراويه؟ هذا الامن القومي بتاعنا بغض النظر عن الجانب الانساني والجانب الاخوي والجانب النضالي لانه هؤلاء يكافحون من اجل حريتهم من اجل تقرير مصيرهم لكن اهم من هذا كله كان هناك الامن القومي الجزائري والامن القومي او حدود الامن القومي تتجاوز الحدود الجغرافيه للجزائر عندك ذكرى شخصية مع سعد الدين شادي تقولها المشاهد؟ تعرف عندما تتعامل مع رجل في قيمة سعد الدين الشاذلي ما تجد شيء شخصي كنا كل... كلامنا كان سياسي وعسكري لكن أنا أقول لك أشياء شخصية بما أنه أنت بسرعة هذا عندما كان يعطيني موعد الخمسة الخمسة نكون في الدار نتاعو مش خمسة إلا خمسة دقائق ولا خمسة و خمسة دقائق هذا الانضباط ونجد واقف يستناني بالكوستيم نتاعو كامل له بالبيجامه ولا بالدشداشه اطلاقا هذا الانضباط رائع بالنسبه للرجل مثل سعدين الشاذلي رقم اثنين يعني مش حاب نصل الى الظروف اللي خرج بها بالجزائر لكن لازم الانسان يقول ان هذا تاريخ اللي صار بالضبط انه كان عنده فيلا تاع في مرحله معينه بعض شخصيات في الجزائر مشاولوا قالوا له نعطيوك فيلا سيكلوب ديبا وتعطينا هذه فجت له حقره كبيره فقرر رغم انه كان هناك حكم بالسجن ضد صدق قرر يعود لمصر وللامانه ايضا استقبلوا الرئيس بوضياف وحاول يقنعه قل له لا اسمح لي تبقى كما انت قال لك لا خلاص خذيت القرار نتاعي ولن ارجع عنه وفعلا رجع تم اعتقاله او سجنه لمرحله معينه ثم ومن بعد ما تنساش ايضا للتاريخ توفي سعد الدين الشاذلي يوم ان استقال حسني مبارك يعني سبحان الله العظيم كان القدر يقول له بانه جبنا لك حقك في اليوم اللي توفيت فيه وهذا شيء ما يسجل طبعا يعني يسجل التاريخ مش لي انا ولا ليك انت المؤكد أن القوات السوريه قامت بادوار هامه جدا في الايام الاولى بالتوازي مع العمل اللي قامت به القوات المصريه لكن المشكل اللي صار من 67 هناك علامات استفهام كبيره جدا عما حدث في الجبهه السوريه سقوط الجولان في حد ذاته علامه استفهام الى يومنا هذا ما عندناش الحقيقه احداث حرب اكتوبر ما مع... انا شخصيا ما عنديش معلومات في حين اخواننا في مصر كتبوا وتع... ابراهيم كامل كان وزير خارجيه كتب اسماعيل فهمي وزير خارجيه كتب حسنين هيكل كتب آ... الفريق التشاذلي كتب الفريق القمس كتب اعطونا ماده بالاضافه للشيء اللي احنا عشناه معاهم فاصبح هناك امكانيه الحديث عما حدث بالنسبه للجانب الجزائري قلت لك عبد الملك جنيزيه كتب آه خالد نزار كتب آه اخونا عبد اسمه قبيل عبد الرزاق بوحاره عبد الرزاق كتب, كتب, كتب واستنادا على الشيء اللي عشناه صحيح وفي نفس الوقت الشيء اللي قريناه من اخواننا المصريين اما بالنسبه لاخوان في سوريا ما كانش عندنا وجود في سوريا لانه في سوريا الملك المغرب ارسل قوات للجولان ارسلها للدفاع عن الجولان او للتخلص منها هذاك من شغلي لكن المهم انه ما عندناش عندي انا شخصيا ما عنديش معلومات كامله عن صار في الجبهه السوريه اما الجبهه السوريه المصريه كان عندنا المعلومات عن طريق الاخوان المصريين وطبعا هناك اشياء نقبلها محمود رياض كتب مثلا عن كل الصراع العربي الاسرائيلي من الجانب المصري احنا اعطتنا الفرصه هذا باش نطلع على اشياء كثيره بالنسبه للجبهه المصريه ولهذا آآ يعني آآ كان هناك اهتمام وانا اعتقد كتبت عن هذا اكثر من عشرات المقالات حول هذه القضيه وحول الدور الجزائري من مش قبل حتى 67 وهذا موجود في الكتب الداعي ممكن تراجعوا اخر سؤال بماذا تودون ان ننهي هذا الحوار وفي الكليشي اسماء كبيره جمال عبد الناصر سعد الدين لي انور السادات الرئيس الراحل هو ريبو مديا آه عبد الملك نيزية سي عبد الرزاق بوحار ماذا تنهي في هذا الحوار ماذا تريد القول المشاهد الكريم حول هذه الذكرى نصف قرن من الحرب العربيه الاسرائيليه نصف القرن الماضي شهد رجال عظام وربما يمكننا أن نقول انه كثير من السقطات اللي وقعنا فيها كان نتيجه لاستهانتنا برجالات الامه. سواء عبد الناصر او فيصل او بومدين او احمد بن بلا او علي احساس، هؤلاء العظام كانوا حقيقه ناس امنوا بوطنهم، امنوا بربهم وبوطنهم وكانوا حقيقه رجال. وعندما بدات الامه وبدا الوطن العربي آه يستهين بهم في اطار ربما عمليات توجيهيه قامت بها مصالح اجنبيه وعندما دخلنا في مرحله الصح الدحام بو ودخلنا في مرحله التفاهات اللي تستهين بالرجال وصار بنا ما صار وبالتالي انا اعتقد انه الايه التي يجب ان يتذكرها ربما ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأصابها المهم أصابها ما أصابها أنا أتذكر بقية الآية لكن هذا هو الشيء اللي صار بنا عندما وهذا هو الفرق بين الصين وروسيا الصين تعترف بكل زعمائها من كونفوشيوس سانياتسن ماو تسي تونغ ماو تسي تونغ ما زالت الصورة نتاعو موجوده في ساحه التنية. الروس او السوفيات عندما استهانوا بستالين اللي بنى روسيا كان عنده اخطاء وكان ديكتاتور لكن عندما بصقوا على ستالين شيئا فشيئا وصل بهم الامور الى انهم اصبحوا يعني اصبحوا سخريه العالم باكمله وهذا درس يجب ان نتعظ منه احنا